واستقبل سموه رحمه الله بقصر بيان صباح اليوم بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. استقبل سموه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم فواز مبارك الحساوي، والسادة أعضاء الاتحاد، وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد. وقد زودهم سموه حفظه الله بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لرعاية الشباب الرياضي وتسخير كافة الإمكانيات والطاقات لتحقيق كل ما يتطلعون إليه من طموحات، مؤكدا سموه على ضرورة تطبيق القانون بحزم ومجازاة كل من عمل ضد مصلحة بلده، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح. حضر المقابلات المستشار بالديوان الأميري الفريق خالد عبد الله بودي. أنا أولا أرحب بكم، أنا سعيد أني أشوفكم. الحمد لله أن الشباب سيحل محل اللي ليسوا كفء في أن يتحملوا هذا المسؤولية. بارك الله فيكم وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في عملكم. أنا عارف أنتم حملتوا مسؤولية، تعلمون أنها مسؤولية، لكن تطبقتوا القانون. القانون اللي وضع طبقته، ونحن وياكم أن تهتموا في أي كلام يطلع. ترى الكلام قف أذاننا من كثر ما نسمع منه. ضبوا القانون وامشوا ولا تهتموا بأحد. إحنا كلنا هنا ثقة فيه أخ سلمان وزير الإعلام، لكن أتمنى من وزير الإعلام أن يجمع الشباب. كل شاب يريد أن يلتم مع مجموعة، لموا أخذوا الشباب عندكم. عندكم ملاعب رياضية كثيرة. حيث كم مدرسة؟ 110 تقريبا طول عمرك. 110 ملاعب اللي شغالة الآن لل. فجاء اجلبوا هالشباب هذول، خليهم في الرياضة وفي اللعب وفي. إن الله يوفقكم يا أخوان. طول العمر افتح سموك ان شاء الله احنا ماشيين على التوجيهات، والان تعمرك عندنا برنامج كامل مع وزاره التربيه، عندهم انشطه رياضيه وعندهم تعاون مع الاتحادات الرياضيه. طول العمر عندنا المناطق كلها الان، وفي زياده ان شاء الله. ان شاء الله هيئه الرياضه تعمرك قاعد تشتغل الان على رؤيه الرياضه للجميع، نشرك اكبر عدد من الشباب وايضا من افراد المجتمع، لان طول العمر اليوم العالم كله يهتم في الرياضة للجميع، وأيضا الرياضة الترويحية والترفيهية اللي تستقطب الشباب. فطول العمر خطينا خطوات في التنفيذ، وخطينا خطوات إن شاء الله لوضع آلية أكبر. فإن شاء الله تعمرك توجيهات سموك إن شاء الله ناخذها في خطط تنفيذية واقعية يشهد لها الجميع وتنعكس على المجتمع إن شاء الله، وعلى قدرته في أنه يرفع من شأن شبابه ويحصنهم تعمرك من الآفات، من المخدرات، من الإرهاب. هذا تعمرك الهدف الأساسي اليوم لإصلاح الرياضة طول العمر. حاولوا أنكم تغرون يلعبوا رياضة، سووا جوائز. سلمان إذا احتاج شيء نحن حاضرين. خل يصير للشباب لهم نشاط يعني بجانبكم بعد، وأنتم الفضل يعني لكم. نغير مفهوم الدوري والكاس، حتى بين الشوطين يصير فيه أنشطة، تحس فيه روح الملعب.
كلفناهم كذلك، بلغنا الاخوان ان استاذ جابر تحت امرهم كذلك يسوون في انشطه وفعاليات. عندنا مجمع حواد كابما، عندنا طعمرك مجمع البولينج، عندنا مجمع طعمرك سعد العبد الله للطائره والسله، هذا يمكن الاكبر في المنطقه. فكله جاهز طعمرك. احنا محاطين لخطه افتتاح من شهر 9 طول العمر، عندنا مجموعه مشاريع، فكل الامور بسلامتك. يعني الخطه ماشيه طعمرك في اتجاه ان شاء الله واقع رياضي افضل لخدمه شباب الكويت ان شاء الله، بتوجيهات سموك وسمو ولي عهدك الامين، والله يكون ان شاء الله في عوننا طول العمر في خدمه الكويت. وان شاء الله هالرجال اللي تشوفهم طعمرك واخواتنا اللي معانا مشاركين في العمل الرياضي، دور رياضه المراه ايضا، كل هذه طعمرك راح يكون ان شاء الله في له واقع ويحقق ان شاء الله توجيهات سموك. هذا امل لك، يعني هذا امل لك. تشرفنا مع الاخوان رئيس واعضاء اللجنه الاولمبيه بلقاء حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الامين شيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم، والاستماع الى توجيهاته الكريمه ونصائحه للاخوه اعضاء اللجنه الاولمبيه. واحنا طبعا نيابه عن اخواني نتشرف دائما بلقاء حضرة صاحب السمو اللي عودنا دائما على التشرف بمقابلته، وهذه فرصة لنا أيضا أن نستمع إلى توجيهات الكريمة فيما يختص في تطور الرياضة في دولة الكويت وتطور العمل الشبابي في دولة الكويت. نتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن ظن حضرة صاحب السمو، ونشكر على الثقة الكبيرة اللي أولاها لنا. وأيضا إحنا كرياضيين أبوابنا مفتوحة لجميع الأخوة الرياضيين الشباب الكويتي، في حال وجود أي اقتراحات احنا نرحب فيها باللجنة الأولمبية الكويتية، ويسعدنا ويشرفنا التواصل مع الجميع إن شاء الله والعمل لخدمة بلدنا الكويت، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق. ماكو أكبر شرف من لقاء صاحب السمو الوالد القائد وسمو ولي العهد. اليوم احنا في أوضاع رياضية وللأسف الشديد ما هي أجواء صحية لسمعة البلد وسيادة البلد وقوانين البلد، فحنا جينا على موضوع استدعاء. أنا جدا سعيد أني أكون اليوم موجود عند حضرة صاحب السمو ولي عهد الأمين. الحقيقة يعني تشرفنا بالسلام ومصافحة اليوم، إن شاء الله نكون قد هذه الثقة اللي هي اتحاد الكويتي كرة القدم، وإن شاء الله احنا بنحاول شتى الطرق ان نحاول نعيد الرياضة مثل ما كانت بالسابق واحسن إن شاء الله، واتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.